مشاهدينا الكرام، في هذه الأثناء تقوم قوات الاحتلال بهدم منزل المواطن إبراهيم محمد ناجي في بلدة كفر الديك. هذا المنزل الذي شيد قبل عدة سنوات، وسبقه هدم منزل في المنطقة العليا من منطقة بنات بر. هذه المنطقة الذي صنفها الاحتلال كمحمية طبيعية ليستطيع السيطرة عليها، ويقوم الآن بهدم منزل المواطن إبراهيم محمد ناجي، المنزل الذي قام بتسليم أصحابه إخطارات ولم ينتظر انتهاء المهلة. محاكم الاحتلال وقوات الاحتلال تستبق حتى قرارات المحاكم وتقوم بهدم المنازل. هذه المنطقة هناك عشرات المنازل قام الاحتلال بتسليم أصحابها إخطارات بالهدم. هدم منزلان، واليوم المنزل الثالث في هذه المنطقة للمواطن إبراهيم ناجي. المنطقة بالكامل مهددة، عشرات المنازل مهددة بالهدم. الاحتلال ماض في سياسته لإفراغ الأرض من أصحابها. منطقة بنات بر مساحة تقارب يعني أكثر من 3000 دنم وهي مهددة بالكامل، لا يسمح للمزارعين باستصلاح أراضيهم ولا للمواطنين بتشييد منازلهم. المشهد حقيقة مشهد يدمي القلوب. منزل شيد قبل عدة سنوات وهو يعني أصحابه المواطن إبراهيم ناجي يسكن في المنزل. تم إخراج أثاث البيت صباحا، ومن ثم بدأت عملية الهدم بهذه الوحشية. بلدة كفر الديك من أكثر البلدات استهدافا من قبل الاحتلال، حيث يقوم بملاحقة المواطنين في عدة مناطق في غرب. هناك اعتداء على المواطنين بإطلاق الغاز المسيل للدموع الذين هبوا لوقف الاحتلال هدم المنزل، لكن الاحتلال حشد قوات كبيرة وطوق المنطقة بالكامل ليمنع المواطنين من الوصول إلى المنطقة. هناك يقوم الآن بإلقاء قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين. يعني الاحتلال كعادته تجرد من المشاعر الإنسانية والقانون وكل القوانين التي تسمح للمواطن بتشييد منزله على أرض يملكها منذ آلاف السنين. منزل شيد بتعب وجهد سنوات طويلة يهدم بهذه الوحشية. هناك آلية جرافات الاحتلال يعني تسوي المنزل بالأرض بالكامل. مشاعر حقيقة يعني حزن وألم على مصير هذا المنزل والمنطقة بكاملها. الاحتلال يسعى من خلال هذه الأعمال إلى تصفية الوجود الفلسطيني من هذه المنطقة بالكامل. يعني منزل كلف من الجهد والمال الكثيرين يقوم بهدمه بهذه الطريقة ليجبر المواطنين وليتوهم أن المواطن والفلسطيني ستكون هذه الأعمال رادعة له، يتوهم أنها ستكون رادعة، لكن هذه أرض أراض فلسطينية وستبقى أراض فلسطينية مهما قام الاحتلال به من عدوان. ومع قدوم حكومة الاحتلال المتطرفة الجديدة أعمال على أرض الواقع في محافظة سلفيت وفي كافة محافظات الوطن يعني بدأت تظهر هدم منازل. بالأمس كان هناك إخطارات في دير بلوط وخط وتدمير أراضي في مردة وفي حارس، وأيضا هناك بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة أرائيل. الاعتداء على المواطنين بإلقاء قنابل الغاز والصوت.
يعني محافظة سلفيت شهدت العام الماضي هدم عدد من المنازل، اخطارات يعني وصلت تقريبا حوالي 160 اخطارا، أكثر من 1000 اعتداء سجل خلال العام الماضي. وهذا العام يعني منذ بداية العام كان هناك اعتداءات بالجملة حقيقة على الأراضي، واليوم هدم لهذا المنزل. نتمنى السلامة للمواطنين في بلدة كفر الديك. Thank you.
يواصل الاحتلال في هذه الأثناء هدم المنزل وتسويته بالأرض. اعتدى على المواطنين الذين احتشدوا في جوار المنزل بإلقاء قنابل الغاز والقنابل الصوتية. انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان في على أرضه في هذه المنطقة، منطقة بنات بر. لمن لا يعلم، كان هناك يعني اقتلاع أيضا لمئات أشجار الزيتون وهدم للغرف الزراعية. بلدة كفر الديك، يعني الاحتلال يحاول السيطرة على مساحات واسعة ومحاصرتها في المنطقة العليا هناك، مستوطنة علي زهاب، ومن الناحية الشمالية عفوا، ومن الناحية الغربية هناك مستوطنة بدؤيل وعلي زهاب. وهذا التصنيف تصنيف الاحتلال للأراضي كمحميات طبيعية لتكون هي وهي ثوب يحاول الاحتلال التستر خلفه، وهي والتستر يعني أطماع الاحتلال واضحة في هذه المناطق من خلال التصنيفات التي يفرضها على الأراضي، إن كانت الحماية الطبيعية أو الحماية الأثرية التي كما في منطقة وادي قانا وبلدة قراوة بني حسان، هناك الحماية الأثرية المزعومة، وهو باب خلفي يحاول الاحتلال الدخول به والسيطرة على الأراضي. وتوسعت المستوطنات، بلدة كفر الديك محاطة بمستوطنة بدويل، علي زهاب، وليشم، وبروخين، من كل الجهات. فعليا البلدة محاطة من ثلاث جهات، والمواطن لا يجد مكان يشيد عليه منزل إلا المناطق الغربية والمناطق الجنوبية، وتكون الاختيارات بالمرصاد للمواطنين. كل هذه المنطقة التي نشاهدها في الصورة هي مناطق
تسلم أصحابها إخطارات بالهدم ووقف البناء، لكن الإرادة الفلسطينية دائما أقوى من الاحتلال ومن إجراءاته وعنصريته ووحشيته. اليوم يهدم هذا المنزل بهذه الوحشية، وهي جريمة يندى لها جبين الإنسانية. منزل مأهول بسكانه يعيشون بسلام وأمان، يتم إخراجهم، وأثاث المنزل وتلقى في الحقول المجاورة، ويتم هدم المنزل بهذه الطريقة. فليشاهد العالم جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا اليومية، إن كان في محافظة سلفيت أو في كافة محافظات الوطن. مئات المنازل في محافظة سلفيت، إن استمر الوضع على هذا الحال سيكون مصيرها كما هذا المنزل. إخطارات بالمئات للمنازل، والبعض منها تم تنفيذه، وهناك قائمة طويلة تنتظر الاحتلال. يا حتى محاكم الاحتلال وقوانين الاحتلال، وكما يقال لا عدل في زمن الاحتلال. الاحتلال حتى قرارات محاكمه هي حبر على ورق لا يتقيد بها. هذا المنزل تم يعني وقف إجراءات الاحتلال ولكن واعتراض، ولكن الاحتلال لم ينتظر القرار وقام بهدم المنزل والمنازل المجاورة له، في حين يقوم بالتوسع والبناء على أراضي المواطنين في بلدة كفر الديك، وبناء مئات الوحدات الاستيطانية أو ما يسمى ضمن مشروعه المسمى أرائيل الكبرى على أراضي بلدة كفر الديك، هناك مستوطنة بدؤيل أو ما يعرف بشرفة إسرائيل. هذه المنطقة التي أرادها المجرم شارون أن تكون شرفة لإسرائيل، ويعني على هذا الأساس بدأ بتوسعة المستوطنات وضم مئات آلاف الدنومات من أراضي البلدة وبلدة دير بلوط المحاذية لبلدة كفر الديك. وهناك أيضا كان أيضا منع الاستصلاح الأراضي. الأراضي هناك مساحات شاسعة بحاجة إلى الاستصلاح، وتم استصلاح جزء كبير، لكن هناك اعتداءات المستوطنين يومية على الأراضي من خلال اقتلاع الأشجار وحرق الأشجار. كان هناك حريق في هذه المنطقة واقتلاع للأشجار واعتداء بالضرب على المزارعين لتصفية كافة أشكال الوجود الفلسطيني على هذه الأرض، إن كان مزارعا أو مواطنا أو منزلا. الاحتلال يسعى إلى السيطرة على هذه المنطقة، وهي الرئة التي تتنفس منها محافظة سلفيت.
خلينا نشوف. Yeah.
لك يوقف قدام الجرافة ربع ساعة يعودكم شوي. هذا لا حاجة Thank you.
من 60. روح على الشكل فوق يا حبيبي. آه هذه السيارة البيضاء هاي يعني ما زال الاحتلال مشاهدينا الكرام يقوم بتسوية المنزل بالأرض، شارف على الانتهاء، تم تدمير المنزل بالكامل. معي السيد قيس الأحمد مواطن من بلدة كفر الديك. صباح الخير أستاذ قيس. يعني اليوم هدم جديد في بلدة كفر الديك واعتداء جديد خلال أقل من شهر، المنزل الثاني يتم هدمه بهذه الوحشية. المنزل لصديق لك إبراهيم محمد ناجي، سنوات من العمل رافقتوه خلالها في تشييد المنزل. اليوم سكن المنزل لكن سكنت الأحزان قلبه من خلال هذه المشاهد المؤلمة حقيقة والتي تدمي القلب. يهدم منزل العمر وتعب وجهد سنوات طويلة يهدم بهذه الوحشية. يعني تعليقك على الموضوع. بداية صباح الخير لك وللمستمعين. حقيقة الأمر عن جد في ذكريات حلوة في هذا المنزل. أنا صديق العائلة لإبراهيم ولأخوته ويا وجع القلب يا إبراهيم. يعني حقيقة الأمر أنه السكن مش بس غرف وحيطان، السكن عبارة عن ذكريات، وفي كثير ذكريات حلوة أنا قضيتها مع صاحب المنزل ومع أبوه لصاحب المنزل اللي هم من جماعتنا ومن أصحابنا ويا وجع القلب. النقطة اللي بدي أنوه إلها، يعني خلال شهرين ثلاث دور نزلين في كفر الديك ومعظم السكنيات عشر وكمان عشرات الغرف الزراعية اللي انهدمت. السؤال إلى متى هذا الشيء اللي بده يحدث؟ فيش تغيير إله جوهري، لازم مخطط كفر الديك يكبر، ومنطقة سي هذه اللي بيحكوا عنها اليهود وممنوع البناء فيها لازم نوضع لها حد، لازم نتحرك الجميع حتى انه تتوسع الدائرة وما تعرضش البيوت الأخرى المهددات بالخطر للهدم إلى الهدم. عن جد لازم يبقى فيه وقفة من كافة الأطر ومن كافة المسؤولين على حقيقة كفر الديك، خصوصا انه المناطق المحدودة المحدودة جدا للبناء ودلم الأرض قاعد بكفز بعشرين وثلاثين وستين وسبعين ألف دينار أردني، وهذا يعني سببه كثير عندنا مشاكل في إنه الناس تقدم على الزواج والبناء. يعني اليوم يهدم هذا المنزل لكن وتهدم جزء من أحلام وآمال المواطن إبراهيم وغيره من المواطنين في كفر الديك، لكن إرادة التحدي والثبات على هذه الأرض باقية. ذهب المنزل لكن الإرادة باقية والتحدي موجود. وطبعا الاحتلال يتوهم أنه يستطيع
القضاء على الحلم الفلسطيني وعلى أحلام وآمال المواطنين في وطنهم وفي بلدتهم من خلال ما يقوم به من اعتداءات ومن هدم للمنازل ولتجريف الأراضي ومصادرة الأراضي ومنع استصلاح الأراضي. هذه الأعمال لا تثني المواطن على الثبات في أرضه. أكيد إحنا موجودين، وشو ما يعمل الاحتلال من سياسات إحنا موجودين، وتروح بيت وعشر بيوت إحنا موجودين، إحنا كأهل كفر الديك، وإن شاء الله يا ربي بنبنى بحل البيت عشرات البيوت. بس المهم إحنا لازم نتحرك بشكل أوسع، يتكبر المساحة المحددة للبناء في كفر الديك تصير أكبر من هيك، يتوسع المخطط أكثر من هيك، ونبقى واقفين وقفة جادي. ومشكورين على الاستضافة. شكرا شكرا قيس. يعني مشاهدينا الكرام، تقريبا يعني شارفت آليات الاحتلال على تسوية المنزل كاملا بالأرض. هذا المنزل الذي شيد قبل حوالي 4 سنوات واليوم يهدم بهذه الوحشية في المنطقة الغربية من بلدة كفر الديك، منطقة بنات بر، المنطقة التي يتذرع الاحتلال أنها محمية طبيعية، وهذا التصنيف وهذه الذرائع هي عارية عن الصحة، خاصة ونحن نتحدث عن مستوطنة في بجوار ومحيط هذه المنطقة. يقوم الاحتلال بتوسعتها على حساب هذه الأرض، لكن الحماية هي فقط لتطبق على المواطن الفلسطيني في بلدة كفر الديك والبلدات المحيطة، في حين تستباح للمستوطنين بشكل واسع. يصر الاحتلال على هدم كل حجر في هذا المنزل، الحجر الذي كما المواطن سيبقى يواجه صرف الاحتلال وعنجهيته وعدوانه اليومي بحق أبناء شعبنا أينما كانوا. في جوار أيضا بلدة كفر الديك هناك مناطق صناعية تقوم بسكب المواد المياه العادمة على أراضي المواطنين وتدمر الأراضي الزراعية بشكل كبير، مناطق صناعية إسرائيلية ومن أخطر المناطق الصناعية في المنطقة، منطقة علي زهاف الصناعية وبروخين وبركان عفوا الصناعية. هذه المنطقة يعني نشاهد المنازل، جميع المنازل في هذه المنطقة مخطرة بالكامل، حي كامل الحي الغربي من بلدة كفر الديك بكامله مخطر، يعني حالة استثنائية، حي كامل يقوم الاحتلال بالعمل على منع المواطنين من البناء والتوسع في أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، ويلاحقهم حتى داخل منازلهم. اليوم المنزل يعني تم السكن به منذ قرابة عدة أشهر واليوم يهدم، يعني لم يهنأ المواطن في بالعيش داخل هذا المنزل الذي قام بتجهيزه ليكون منزل ومسكن العمر. لكن الاحتلال كعادته يقوم بقتل الفرحة وآمال، ويحاول ويتوهم، يعني نقول أنه متوهم أنه يستطيع بهذه الأعمال أن يمنع المواطن من البقاء على هذه الأرض رغم الآلام والأوجاع والخسائر التي يتكبدها المواطنون والمزارعون في هذه المنطقة. ملايين الشواكل التي يقوم الاحتلال بتدميرها، إن كانت منازل أو إن كانت استصلاح عدد من المشاريع الزراعية قام بتدميرها بالكامل، حتى الآبار الزراعية يقوم بتدميرها، لا يريد أن يبقى أي مزارع في أرضه. لكن نشاهد أنه كلما زادت الاعتداءات
زاد التحدي وزاد الثبات على هذه الأرض. نترككم مشاهدينا مع المشاهد النهائية لهدم هذا المنزل. حقيقة لا نتمنى أن نشاهد هذه المشاهد مرة أخرى على أراضي محافظة سلفيت أو أي محافظة أخرى. مشاهد مؤلمة جدا حقيقة. I'm not saying this is
يعني مشاهدينا الكرام، الاحتلال سوى المنزل بالأرض وبدأ في هذه الأثناء بهدم بئر مجاور للمنزل، بئر تم تشييده منذ عشرات السنوات، وأيضا قام بيقوم الآن بهدمه. المنزل سوي بالأرض جريمة احتلالية ليست بالجديدة ولن تكون الأخيرة على أراضي محافظة سلفيت في ظل هذه الحكومة التي تسعى إلى اجتثاث الوجود الفلسطيني من أي منطقة في محافظة سلفيت أو أي منطقة أخرى في محافظات الوطن. اليوم المنزل سوي بالأرض، هناك عدد من المنازل في هذه المنطقة، الاحتلال قام بتسليم إخطارات بالهدم بحجة عدم الترخيص، الحجة الواهية التي يقوم الاحتلال بالتذرع بها لهدم هذه المنازل. إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه النافذة، كنت معكم من بلدة كفر الديك. وقيام الاحتلال بهدم منزل مكون من طابقين لمواطن من البلدة، بالمحبة التقينا وبالمحبة نودعكم.